نشر النجم السوري معتصم النهار ولين برنجكجي مقطع مصور عبر خاصية ستوري الخاصة بحسابين الرسميين على موقع الصور والفيديوهات انستغرام. ظهروا فيه برفقة بعضهم البعض بحالة من الحب والرومانسية والانسجام الكبير. وقد نشر الزوجان نفس المقطع عبر حسابهم بشكل متزامن وظهرا وهن بحالة من الرومانسية، كما قبلا بعضهم البعض ورسموا شكل القلب بإيديهم. وكتبوا تعليق على المقطع قالوا فيه ML وهن الحرفين الأولين من اسمين. منشورات معتصم والين الأخيرة دفعت الجمهور للتساؤل إذا كانوا قد عادوا لبعضهم البعض بعد الانفصال يلي وقع منذ فترة، ولكن النجمين لم يجيبا على تساؤلات متابعين ولم يعلنوا صراحة أمر عودتهم لبعض، ولم ينفوا الأمر بذات الوقت. معتصم النهار والين برنجكجي كان قد انفصلوا عن بعضهم منذ أكثر من عام تقريبا، حيث أكدوا خبر انفصالهم ولكنهم أكدوا مرارا أنه اللي بيجمعهم هو المحبة والاحترام وبنتهم الوحيدة.